اللحظة المجيدة. ايه يا تيتا؟ ايه في؟ انا ياسين بحقلك ياسين. انا ناقصاك. يا دراعي. ياسين ايه ياسين؟ انتوا مش نمتوا يا ابني؟ بصراحة بقى يا تيتا، انا بعد اللي حصل لك ده قلقان عليكي وعايز انام جنبك. لا انا ما بحبش حد ينام جنبي يا الصوم. بس انا مش عارف انام غير جنبك يا تيتا. طب بس ما تكررهاش تاني. حاضر والله، هو النهارده بس. اوكي. يلا يلا معلش. ألف سلام عليكي. بقول لك إيه يا سين؟ إيه؟ بقول لك إيه؟ إيه؟ أي 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 يا دراعي يا أمي يا إنها. معلش ألف سلام عليكي، ألف سلام عليكي. نمت عليه. لا معلش معلش، ما تمشي عليه. بقول لك النضارة اللي معاك دي إيه؟ اللي أنت نظرك ضعف بتخبيها مننا ليه؟ دي نضارة كده بتاعت أبلكيشن حلوة قوي. نضارة إيه؟ ابلكيشن. بس انت شفتها ازاي اصلا؟ ايه اللي شفتها ازاي؟ ما بشوف كل حاجه وانا بيخفى عليا حاجه. نضاره ايه بقى؟ بصي انت مش هتعرفي تفهميه قوي يعني. ليه ما بفهمش؟ ليه؟ انا بفهم كل حاجه، ما تخلينيش بقى افضحك في الليله دي. طب بصي، انا هشغل الابلكيشن، واول لما اقول لك تلبسي النضاره البسيها. اول ما تقول لي البس النضاره البسها؟ طب لما البسها هيحصل ايه؟ اشوف ايه بقى؟ اصبري على رزقك انت بس. اصبري على رزقي. البسي النضاره. البس النضاره؟ البسيها. ايه ده؟ ايه ده؟ واحدة، ايه ده؟ هاي، أنا جوليا صديقة ياسين. ايه ده؟ ايه ده؟ ده عفريت صح؟ فريت يا تيتا، مفيش حاجة اسمها عفريت. أمال دي ايه دي؟ دي جوليا ذكاء اصطناعي، اعتبريها صديقتي. جوليا ذكاء من؟ ذكاء ايه؟ ذكاء اصطناعي، اعتبريها صديقتي. وبتيجي من النضارة دي؟ بس هو يعني الموضوع صعب عليكي يعني، ومش هتعرفي تفهميه انت خالص يا تيتا. ليه يعني مش هعرف أفهمه؟ ده أنا بعلمك كل حاجة جديدة، مش أنا اللي بجيب لك الألعاب والحاجات كلها؟ يعني انا لو جبت لي نظاره هشوف حاجات زي سيدي دي جوليا دي؟ معقوله يا تيتا؟ انت عايزه نظاره وعايزه تدخلي عالم الاي اي؟ ما اخشش ليه وانا داخله عالم سمسم ولا ايه؟ طبعا انا عايزه نظاره زي دي اشوف الحاجات دي. طيب انا كده بعمل لك اوردر واجيب لك النظاره وتطلع لي جوليا دي؟ لا انت اللي هتختاري. هختار الحاجه اللي هتطلع لي. بصي هو الموضوع كبير قوي وصعب يعني، انا هفهمه لك بكره. تمام. طيب. المهم بس ان انا هطلب النظاره كمان عشان يبقى ايه التجربه بشكل عملي. تمام؟ لا ده انت بتسرح بيه. شكرا. طيب يلا تصبح على خير. وانت من اهله يا تيتا. يعني جوليا قال. والله العظيم لو عملته ايه؟ حنام يعني حنام. افيش حيل اصلا اخاف. اللحظة المجيدة.